اهلا اي اهلا بكل من يشاهد يو تي في. حضرنا منذ يعني قبل ساعتين تقريبا الى هنا حيث موقع مهرجان الهلال الذهبي. الحقيقه انه يعني كان هنالك توافد للفنانين على السجاده الحمراء ولو انها زرقاء هنا. جميع الفنانين العراقيين اللي اشتركوا بالاعمال الدراميه الرمضانيه كانوا حاضرين. المفرح الحقيقه انه معظم من الفنانين اغلبهم اللي يشاهدهم هم من كانوا على شاشة يو تي في أعمالها الرمضانية. كان هنالك لنا حديث أيضا مع السيد نقيب الفنانين دكتور جبار جودي والذي بسبب بدء فعاليات المهرجان لم يستطع أن يكون معنا في هذه المداخلة، لكن أجرينا معه حديثا قبل دخوله إلى صالة المهرجان. تحدث عن أهمية الإنتاج الدرامي لهذا الموسم، عن أهمية التسابق بين المسلسلات وبين الأعمال الدرامية المختلفة التي حدثت، ومن ثم أيضا تحدث عن يو تي في وبشقين، الشق الأول عن أهمية ما قدمته يو تي في من أعمال خلال هذا الموسم الرمضاني والذي يعتبر من أغزر المواسم الرمضانية إنتاجا في تاريخ البلاد، وأيضا تحدث عن موضوع إيقاف برنامج مسلسل الكاسر آسف، وكيف وقفت النقابة مع المسلسل ومع يو تي في، وبكلام الدكتور جبار جودي بأنه وقف مع حرية التعبير وحرية الفن. بصورة عامة الأجواء هنا رائعة بوجود هذا الكم من الفنانين بمشاركة أيضا فنانين عرب. التقينا بالفنان الكويتي حيدر داود حسين ونقل تحياته إلى العراقيين عن طريق حيدر. نعم. حيدر، لو تضعنا أنت والزميل المصور أكثر في أجواء هذا المهرجان وتتجول بالكاميرا قليلا. الحقيقة احنا راح المصور يحاول يحرك كاميرته، لكن الآن المكان فرغ، يعني هاي المساحة الإعلامية هي فرغت من الحضور. الحضور معظم الآن داخل الصالة يا آية، ولذلك يمكن لا نستطيع الحصول على صور كافية بسبب فراغ المساحة. الحقيقة انه ايضا يعني تواجد بعض الفنانين العرب كما ذكرت، مثلا الفنان الكويتي داود حسين اللي نقل تحياته الى الشعب العراقي عن طريق شاشة يو تي في، الفنان السوري الكبير عباس النوري ايضا كان حاضرا وتحدثنا معه في عن طريق شاشة. تحدث عن اهمية الدراما العراقية واهمية عودتها بهذه الغزارة الى السباق الرمضاني العربي. كل هذه الأجواء بمجملها يا آية، بحضور هذا الكم الكبير من الفنانين، بوجود مثل هكذا فعاليات فنية وثقافية في بغداد، هو بالتأكيد له رسالة أخرى، يعني غير رسالة التسابق والحصول على الجواز، وهذا ما أكدوه حتى الفنانين اللي التقينا بهم يعني هنا في هذا المكان. الرسالة يعني يمكن رسالتين أهم، الرسالة الأولى هي دعم الدراما العراقية، عودة الدراما العراقية إلى سكتها الصحيحة بأعمال رصينة وأعمال يتم إنتاجها بشكل كبير، ومعروف بأنه اليو تي في كان يعني قصب السبق بهذه العملية. والرسالة الأخرى هي أن الأمان يولد الإبداع، يعني الأمان اللي تعيش اليوم العاصمة بغداد، الاستقرار السياسي، الاستقرار الأمني اللي قاعد نشاهده، وهكذا فعاليات أكيد هي سببها هذا الاستقرار، وبالنتيجة ترسل رسالة بأنه مهما كان الاستقرار أكثر في البلاد وخاصة في العاصمة، فسيكون الإبداع بمثل هذه الفعاليات وبهذا الحجم وبهذا هالحضور الكبير من الفنانين. شاهدنا فنانين من الوطن العربي، شاهدنا قنوات فضائية أيضا أو برامج عربية كانت متواجدة، وبالتأكيد مع وجود الكبير للفنانين العراقيين الذين يعني يمكن أول مرة احنا نشوف الفنانين نحس الفرح بوجوههم بهذه الطريقة وهم يبتسمون للكاميرات، والسبب الرئيسي أنه عودة يعني الحياة إلى صناعة الدراما العراقية. احنا طبعا بالتأكيد ننتظر، يعني للأسف الشديد أنه احنا ما يحق لنا الدخول إلى صالة إعلان النتائج، أو ربما يسمحون يعني إلي فقط المراسل، لكن الكاميرا بالتأكيد ممنوعة من الدخول. نعم. لأسباب تنظيمية ما يعني ما عرفنا ستنقل لنا الحدث في وقت لاحق. سنحاول. نعم.
ننتظر ايضا اسف آية ننتظر انه نتائج الحفل، حيث نعتقد بان اليو تي في سيكون حصه كبيره من الجوائز ان شاء الله. شكرا لك حيدر البدري مراسل يو تي في في بغداد.